يعني عندك موقف من مزدوجي الجنسية، موقف دائم ومصر عليه؟ عندي موقف مثلي مثل وتتحمس لهذا؟ أي لا، أنا الموقف هذا الحمد لله أنه ثبت صحيح، واليوم المعركة الرئاسية تدور على هذه الأرض، أرض الجنسية الأجنبية وأرض الرئيس المستقل وأرض أنه تعديل الدستور. هذه ثلاثة حاجات أصبحت كلها في مرمى التوانسة وفي عيون التوانسة وفي هم التوانسة ووعي التوانسة. أشكون اللي وضع ومرمى وأرض الثروات الوطنية وتأميمها؟ أشكون اللي تحدث عن التأميم أول واحد؟ وشكون تحدث عن الجنسية الأجنبية أول واحد؟ وشكون اللي تحدث على تعديل الدستور أول واحد؟ وشكون اللي تحدث على كل هذه المسائل، حتى التهريب والإرهاب والأمن القومي وكذا؟ هذه كلها مصطلحات أنا اللي جبتها لتونس، مش أنا جبتها لتونس، أنا تحدثت فيها في البلاطوات قبل أي واحد. اليوم يجيك أي واحد يبدأ يحكي في كلامي وأنت مش فايق به، وكثيرين مش فايقين به، اللي فايقين به يبزقوا عليه يحكوا في كلامي ولا يعترفون. أنا اليوم مرة سمعت واحد تحدث جيدا اللي هو المرأي، حكيت عليه قلت هذا رجل يعرف يتحدث. هم يسرقون كتب كاملة، يسرقون أفكار، يسرقون كذا، ولا واحد يقول هذا والله قالها صافي المرايحي. أنت أول بما فيهم السيد برهان يستعمل مصطلحاتي، يستعمل طريقتي حتى في الحديث ولا يعترف بما فيهم. بما فيهم هذه جبدة مجانية. لا لا مش جبدة مجانية، أنت تعرف برهان. أنت تعرف برهان سيد صافي، تعرفني راك سيد صافي، تعرفني حبيبي. هو في كل الحالات وأنا راني نحترمك. لا بالعكس بالعكس، أنا راني أستاذ أنا في هالبلد. لا طبعا طبعا طبعا، مانيش محامي أنا، مانيش محامي أنا أستاذ. لا جينا لهنا باعتبارنا قرينا من كتبك كما قرينا من كتب ناس اخرين، ولكن مالاش نفسه فيك في الانتخابات الرئاسيه. انا احكي لي على الناس اللي اليوم داخلين للانتخابات الرئاسيه، وانت ذكرت لطفي المرايحي وقلت انهم ينافسوا فيك وقلت انهم يسرقوا لك في مصطلحاتك. وقلت لطفي المرايحي، لا لا لطفي المرايحي، قلت انت اعترفت على الاقل، ناس اخرين ما همش معترفين. شكون تقصد؟ شكون تقصد؟ كلمه باهيه. شكون تقصد في بقيه المترشحين يا سي صافي؟ برشا باهي. شكون تقصد في بقيه المترشحين اللي مصطفين لك على اي طبعا؟ مثلا محسن مرزوق يحكي كانه يقرا في كتبي او يسمع فيه الليل كامل، الفيديوهات نتاعي يسمع فيه الليل كامل، يبات يسمع فيه متاكد. اوكي مثلا يسرق منك ولا المحللين والكذا والكذا. يا اخي ثم حاجات كنتوا تعرفوا الامن القومي، كنت لما كنت نحكي على الامن القومي كان يقولوا لي هذا قومي عربي. فما واحد سي صافي قومي عربي. فما واحد كنت نحكي على الارهاب والتهريب، بعدين زدتوا الترهيب، زادوا اخذوها الترهيب. هي تركيبه والله العلي العظيم، تركيبه انا قراتها يا سي صافي. فما واحد زاد يقول انه صافي ياخذ له في كلامه، زاد اللي هو جلال بريك في فيديو. جلال بريك يا اخوي باي باي باي. اوكي نحيو من الناس سيد جلال. قال. لا نحيو من الناس سيد جلال او يعرف. انا نستنى في برهان باش يعمل لي هكا. ها يعمل كي ينتقل كي ينتقل سمير من اسئلته. تو مازال عندي اسئلتي. لا لا انت يعني تو جلال بريك ما عندكش علي تعليق؟ شنو علاقة على جلال بريك؟ جايبنا في الوعد ايش دخلني بجلال بريك؟ لا لا على كل الحوار هذا جدي. جلال بريك جلال بريك في الاعلام مانيش تو كل حديث حديث شخصي ولا كل حديث شخصي. انا الوحيد اللي غامرت وجبته على المباشر. واضح 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 على المباشر.